والاستسقاء من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه. وقد استسقى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم لأمته عدة مرات ومرات متعددة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، دخل من باب الرحمة في مسجد النبي، باب هناك باب الرحمة، دخل من ذلك الباب في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.